طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وارحب بكم اعزائنا الطلبه في محاضره جديده، وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي اللي يعرفني حياه الله، وطلاب اللي منضمين جدد ويانا نرحب بكم والف هلا ومرحبا بكم. بدايه هو الكتاب يحكي بالبدايه عن قطعه، يعطيك قطعه، هاي القطع تمام، ويقول لك هاي القطع اريدك تقراها وراح ناخذ مواضيع عنها. تتذكرون بالابتدائية وبالإعدادية وبالسادس إعدادي كانت بداية القواعد الأستاذ يعني بالقواعد مال اللغة العربية ينطونك قطعة وبعدين تقرأ هاي القطعة وتطلع مواضيع من هاي القطعة، بعدين نجي نشرح مثلا الفاعل بالمفعول به. فهاي نفس النظام بالضبط، يعني هم نعطيك قطعة بالإنجليزي وبعدين ده يشرح لك عن هاي القطعة ويشوف التفاصيل وإلى آخره. موجود طبعا الأرقام، يعني المواضيع 1 2 3 يعني مرقمات. فأنا وياكم إن شاء الله اليوم الأشياء اللي أشوفها مو مهمة والأشياء البسيطة جدا نحاول ما راح نستغرق بها وقت طويل، حتى نحاول نغطيكم المادة ونسيطركم عليها قبل الامتحانات. أولا عندنا الـ Sentence Patterns. بالبداية عندي sentence pattern. طبعا sentence pattern معناها يعني نمط الجملة، بمعنى قاعدة الجملة. The basic unit of any language is a sentence. هذا خاف يجي فراغها مهم، يعني القاعدة الأساسية أو الوحدة الأساسية لأي جملة بالعالم هي الجملة. إذا أي لغة منين تبدي بيها؟ من خلال الجملة، تقرأ جملة راح تستفاد وتفهم. طيب هذا بالبداية حاجي عن الجملة. بعدين ايش قايل لك هنا؟ قايل لك a statement with verb be. هسه راح ناخذ حالة الجملة مع البي. اعتقد كلكم تعرفون هذه، منطيك الفاعل بالبداية هنا ومنطيك الاز والار والام تعرفونهم، والتكملة، هذه هي التكملة. طيب اذا 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 تحبون، حتى اذا تحبون تعرفون شنو فكرة هذا الموضوع، فكرة هذا الموضوع القاعدة مال البي، يعني this is big is green is English. طبعا هذه this الفاعل، is الفعل المساعد، وهذه هي التكملة. طيب حالة النفي نخلي not، he is not. حالة السؤال نخلي ال is أو ال are أو ال am في بداية الجملة، ال is أو ال are وال am في بداية الجملة، و is Mr. Allen have no وإلى آخره. طيب كتبوا لي ملاحظة مهمة جدا، كتبوا لي ملاحظة مهمة جدا، اكتب لي ملاحظة مهمة جدا يمك. يمكن صياغة سؤال منفي. هاي شنو؟ اي نعم، سؤال منفي، هذا جديد عليك، اول مرة يمر عليك، ادري بيك. يمكن صياغة سؤال منفي وذلك من خلال وضع not. يمكن صياغة سؤال منفي وذلك من خلال وضع not. بعد الفعل المساعد. طيب شلون اصيغ سؤال منفي؟ اخلي نات ورا الفعل المساعد. من يعيد للجملة مرة اخرى؟ يمكن صياغة سؤال منفي وذلك من خلال وضع نات بعد الفعل المساعد. Excellent, very good. اذا هذا هو الفكرة، يعني دائما باي زمن باي جملة كانت شلون تكونون صيغة سؤال منفي؟ من خلال وضع نات بعد الفعل المساعد. يعني أنا عندي is Mr. Allen here now، أريد أسويها صيغة سؤال منفي، أقول له isn't here, isn't he, isn't he, aren't they. شوف نخلي not وراء الفعل المساعد، وراء الفعل المساعد. طيب كتبوا لي ملاحظة أخرى أيضا للإجابة القصيرة. للإجابة القصيرة هنالك حالتين، للإجابة القصيرة هنالك حالتين، للإجابة القصيرة هنالك حالتين. yes ونو، yes ونو. حتى أجاوب جواب قصير عندي طريقتين، yes أو no. كتبوا لي للإجابة القصيرة هنالك حالتين، yes و no، حيث نستخدم
مع اليس الفاعل والفعل المساعد، حيث نستخدم مع اليس الفاعل والفعل المساعد. Yes, he is. Yes, he is. طيب، ونستخدم مع النو الفاعل والفعل المساعد مع not. ونستخدم مع النو ونستخدم مع النو فاعل وفعل مساعد ونات. ونستخدم مع النو فاعل وفعل مساعد ونات. لو جاني سؤال وقال لي مثلا على سبيل المثال isn't Mr. Allen here now، اريد اجاوبه جواب منفي، اقول له no he is not. استخدمت النو اني حسب مزاجي، يعني حسب الموقف يعني مالتي، يعني لانه مستر آلين ما موجود هنا فانا دا اقول نو هي از، خليت الهي اللي هو الفاعل نفسه مستر آلين، وخليت الاز وياها وخليت نوت تحياتي لانه. فهذه هي فكره الموضوع. از جورج ا فورين ستودنت، هل جورج طالب اجنبي؟ يس هي از، خليت الياس خليت الهي وخليت الاز. جواب قصير 100% ما عندي أي مشكلة. هنا ده يحكي لك عن الـ response اللي هو responses اللي هو الإجابة، ده يقول لك شلون تجاوب، وأنا علمتك شلون تجاوب الجواب، قلت لك حسب الجملة. عندنا information questions with to be with verb to be. سؤال المعلومات مع الفعل المساعد be، مع الأفعال المساعدة be. شنو فكرة هذا الموضوع؟ شنو يعني information questions with verb be؟ اكتبوا لي ملاحظة يمكم، اكتب لي يمك ملاحظة. يمكن صياغة سؤال معلومات، يمكن صياغة سؤال معلومات وذلك من خلال وضع الأداة في بداية الجملة، وذلك من خلال وضع أداة السؤال في بداية الجملة. يعني شلون تقدر تكون صيغة السؤال؟ شلون كيف يمكنني تكوين صيغة السؤال المعلومات؟ سؤال المعلومات معناها يبدأ بأداة سؤال، سؤال المعلومات information question بمعنى يبدأ به. هاي القاعدة راح تصير عامة لكل الحالات، لكل الحالات. نعم هذا السؤال بكل يعني بكل أسئلة شهرية أو امتحانات فاينل أو بنصف السنة وبأخير السنة وبالدور الأول وبالدور الثاني الأستاذ قاعد يجيبه، لذلك دا أركز عليه ودا أعطيكم عليه ملاحظات وتبشر وتكرم عينك. حاضر حاضر، ما يصير خاطركم غير طيب، تبشرون. طيب طيب، إذن حتى أكون صيغة سؤال معلومات information question أبدأ بأداة سؤال، أبدأ بأداة سؤال. طبعا هاي القاعدة دا أحكيها عن to be أداة السؤال، الفعل المساعد، الفعل المساعد هو جماعته كليتهم is are am was where. لا تقولوا لي ما نعرف البي، لا تقولوا الأستاذ ما نعرف البي، شنو الأفعال المساعدة؟ خاف ما تعرفون البي، الإز والآر والآم والواز والوير هن ذني الأفعال المساعدة البي. طيب إذن خلي عيد من البداية، راح أعيد لك من الصفر. information question سؤال معلومات يبدأ بأداة السؤال what، وراها فعل مساعد اللي هم الإز وجماعته، وراها الفاعل الجملة، الفاعل السوبجكت، الفاعل السوبجكت، وراها تكملة الجملة، وراها تكملة الجملة. طبعا حسب الجملة اللي تجينا، عسى ما تكون 10 كلمات، عسى ما تكون 20، عسى ما تكون 3. المهم من يعيد لي بالبداية شو نخلي بالقاعدة مالتنا؟ بالبداية شو نخلي دكتور بالبداية أدوات السؤال؟ نعم بالبداية أدوات السؤال، ورا أدوات السؤال فعل مساعد، ورا فعل المساعد فاعل، فاعل وراها تكملة الجملة اللي هي تكون اسم،
ظرف مكان، ظرف زمان، ظرف حال، شلون ما تكون خلي تكون، انا ما لي علاقه به. المهم انا عندي بالبدايه دبليو اتش كويستشن، دبليو اتش كويستشن اللي هم سؤال المعلومات. طيب طبعا اكيد انتم تعرفون الاز للمفرد والار للجمع والواز والوير للمفرد، يعني ما اعتقد اكو طالب او طالبه لحد الان بالمرحله الاولى ما يعرف شنو ذن. يعني تعرفون بانه الاز مفرد ام از ار واز وير، ذن اكيد تعرفونهم يعني. طيب هسه بالضمائر يقول لك البري برو ناونز وذ بي، الافعال عفوا الافعال الضمائر اللي تكون ويا البرو ناون يوزد وذ بي، الضمائر اللي نستخدمها ويا البي. يعني اكيد انتم تعرفون بانه الاي تاخذ الام والواز، الوي جمع اللي هي والشي والإت مفرد تاخذ الاس، الذي تاخذ الار واذا بالماضي وير. هذا اني اكو واحد من عندكم ما يعرف هاي المعلومه، اكو واحد من عندكم ما يعرف الاس والار والام ذني؟ طيب نون يوز هنا يعني يقول يوز الاستخدام، ريبيت ذا pronoun ايتش تايم وين يو ميك سيفرال ستيتمنت اباوت ذا سيم بيرسون اور سيم ثينج. هنا يقول الضمائر نستخدمهن باللغه الانجليزيه لما الشيء احنا ذاكرينه قبل ما يحتاج نجي نكرره مره اخرى. يعني انا عندي جورج، هنا جورج ما يحتاج اجي نوب اذكر جورج مره اخرى، استخدم هي بداله. يعني هاي معلومات اعتقد الكل عارفها، يعني بانه احنا ما يصير نقول جورج جورج جورج، نستخدم ضمير بداله. بدل ما اقول مثلا احمد 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 اقول هي، بدل ما اقول نور 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 مثلا اجي اقول شي، بدل ما اقول مثلا هدى ايضا اقول شي. فمرات يعني هاي الفكرة انه الضمير احنا دائما ما نكرر الاسم، ما نكرر نستخدم ضمير بداله. اذا اذا تحبون تكتبونها يمكن ملاحظة حتى تتذكرونها، انه اذا تكرر اذا تحدثنا عن نفس الفاعل او نفس الشيء، اذا تحدثنا عن نفس الفاعل او نفس الشيء نستخدم ضمير بدلا عن الاسم، بدل ما نجي ونستخدم اسم ويمل الكلام. يعني هسه انت انا اسالك سؤال، اذا قايل لك جورج از اواي، جورج ازنت هير، جورج جورج، من يمل الاسم راح تكره، يعني من يتكرر الاسم عفوا راح تمل وراح تكره. فيفضل باللغه الانجليزيه استخدام الضمير، وحتى باللغه العربيه ترى، يعني حتى احنا من نحكي من نقول مثلا امتحان الجرامر، امتحان الامتحان، الامتحان الجرامر، بعدين نقول بس الامتحان، اقول والله كان سهل من اول مره، من اول مره عرفنا بعدها اي خلاص، احنا من ذكرنا اول مره ما يحتاج نجي نكرره مره اخرى. طيب هسه ننتقل على النقطه او سكشن 7، النقطه 7. هنا راح ناخذ الاختصارات، وهي الاختصارات نحاول نقراها، انه الام هي اصلها اي ام، الوي وي ار اللي هي اصلها وي ار او وي وي وير، الهي از شنو اصلها هي از، معناها هي از او هي واز، شيز بمعنى شي واز او شي از. هسه واحد يقول لي استاذ شلون اميز الهي از هي واز او وير؟ اكيد انت من تشوف علامه للماضي معناها هاي واز، من تشوف علامه على المضارع فان هاي معناها از. احنا بالاول هو هسه بالكتاب، صاحب الكتاب المؤلف ايش قايل؟ قايل اريدك تتعرف على الاختصارات بس، ان الام اختصارها شنو. فاكيد انتم المعلومات اصلا تعرفونها يعني، وخاف ما متاكدين من عندها هم ارجعوا عليها اقروها مره اخرى. بالنسبه لهنا الذات از نفس الحاله، هي اصلها ذات از، الهو از هي اصلها هوز، هي اصلها هو از، ايضا وات از هي اصلها وات، يعني واتس هي اصلها وات از، ويرز معناها وير از او وير واز او هير وير، ان يكون نفس يعني نفس الحكي نفس المكان. يعني هنا بالتمارين راح ناخذها نجيب لك الذات، و
وانا ما اعتقد استاذك اللي بالجامعه انت طالب جامعي ويجيب لك ذات حط لي اياها ذات يعني ترى ما راح مي يعني انا احسه ما تجي حقيقه يعني ما اذا جاب لك هيك معناها ده يساعدك هذا يعني يريدك تنجح. طيب هنا اذا راح نتحدث عن نفي النوت بالنسبه للنوت ايضا تنفى في بعض الاحيان فمثلا is not نقول isn't was not نقول wasn't are not تصير aren't were not تصير weren't were not تصير weren't هذا ايضا بالنسبه للاختصارات يعني النوت وجماعه هذين بس نحاول نقراها لا اكثر ولا اقل. طيب هسه راح نجي على موضوع اسمه اسماء الاشاره. موضوع اسماء الاشاره مره من المرات درست طالبه كانت ما اعرف بيا جامعه وقلت لها اقري ذني احفظين يعني بس انا ما ركز ما قلت لها ركزي عليهن حيل بس قلت لها اقرين يعني لان انا اعرف بالجامعه ان اسئله مالت النحو مو بس تجي عدد وكون سؤال عفوا مو بس تجي اسئله صح او لا ممكن تجي يقول لك عرف وعدد وعلل اشرح واحدة منهم يعني عادي بالنحو. فكان السؤال بوقتها هي هم جامعة مستنصرية جامعة المستنصرية اعتقد او كلية اللغات ما متأكد يعني نفس الكتاب هذا كان السؤال ما هي اسماء الاشارة عددهم واشرحهم كان هذا سؤال علي عشر درجات عشر درجات عفوا شنو يعني عشر درجات عشر درجات يعني نجاحك ورسوبك على هذا السؤال. فهنا من يجيك سؤال ما هي اسماء الاشاره تعدد الهيا عندنا this or that or these or those كتبوا لي ملاحظه يومكم على كل اداه كتبوا لي this للمفرد القريب this تستخدم للمفرد القريب this للمفرد القريب ذات للمفرد البعيد ذات للمفرد البعيد طيب ذيس للجمع القريب دا تلحقون وياي لو لا ذيس للمفرد البعيد للجمع القريب عفوا للجمع القريب الجمع القريب وذوس للجمع البعيد ذوس للجمع البعيد ذوس الى الجمع البعيد خلي اعيد مره ثانيه خاف يعني وحده او واحد ما لحق والى اخره ذيس مفرد قريب ذات مفرد بعيد ذوس جمع قريب ذيس جمع بعيد ذوس ذيس جمع قريب ذوس جمع بعيد وهنا طبعا هاي النقاط لازم تحفظونها هذا الملاحظات اللي كتبت لكم اياها نذني لكم بس هنا بالانجليزي يقول this or this refer for people or thing close to the speaker قريبة الى المتحدث هنا قايل لك this or this قريبات قايل لك that or those refer to people or things distance from the speaker يعني بعيدة من السبيكر هذا لازم نحفظه بالانجليزي تقراه نحفظ ممكن تجيك فراغات صح وخطأ انت تقول استاذ كل شيء يجيب تقول تقول استاذ كل شيء يجيب فهذا الموضوع يمك انت لازم تقرا انا شرحت لك وفهمتك هذني للمفرد وذني للجمع والذس والذات للقريب والذات والذوس للبعيد وانا حطت لك كل اداة وقلت لك يا هي تستخدم للقريب يا تستخدم للبعيد كل اداة هاي ملاحظة الدين ملاحظة الثالثة قال لك اسماء الاشارة may be used alone in noun position or before nouns يقول اسماء الاشارة ممكن تجيني قبل الاسم الناون بموقع الاسم عفوا او قبل الاسم ممكن تستخدم بموقع الاسم وممكن تستخدم قبل الاسم وممكن تستخدم هذا فراغات يجي او اختيارات. طيب هسه راح نجي على موضوع place words كلمات المكانية يقول here is where the speaker is here بمعنى اين هو المتحدث يعني here هنا
هذا هسه انا قاعد احكي هنا هنا. There is any other place which can be pointed or another place previously mentioned. اما there فهو مكان البعيد الذي تم ذكره مسبقا وهو ليس قريب. يعني انا دا اقول here اقول للواحد اقول له شنو رايك بدوام الجامعه اليوم؟ مستمر؟ قال لي دوام والله زين. فانا اقول للواحد اقول له do you like to go there؟ تحب نروح هناك؟ انا دا احكي عن الجامعه، حكيت عن الموضوع قبل اصلا وذكرناه يعني، فهو قريب مو بعيد مو قريب. فاقول له شنو رايك نروح there؟ اذا الهير تستخدم للقريب والذير تستخدم للبعيد. هاي ملاحظة كلش مهمة، ذن الملاحظات انتبهوا لي عليها. ممكن ها وجا سؤال هم what are the place words، ما هي ما هي ما هي كلمات المكان، يعني لازم تقول له الهير وتحكي له اياه والذير ايضا وتحكي له اياه. طيب هسه راح ننتقل على موضوع جدا مهم، يعني هذا الموضوع اللي ما راح تقراه ويتابع وياي هذا يعني نص فهم الكتاب هذا. اليوم راح نحكي عن الكويستشنز وكلمات السؤال. يا اباه ايش قد موضوع مهم، يا اباه ايش قد موضوع مهم، وايش قد هذا راح يجي بالامتحان وما راح تجاوبونه للي ما يقرا. يعني اذا ما قرأت هذا فصدقني امورك حيل راح تخربط حيل. طيب اولا عندنا الهو، يا بالهو نسأل بيها عن العاقل. الهو نسأل بيها عن العاقل. Who is speaking، من هو المتحدث؟ Who is speaker، من المتحدث؟ هاي الهو للعاقل. الوات لشيء الغير العاقل، What are you eating؟ What are you eating؟ What are you eating؟ What are you eating؟ ما الذي تأكله؟ الوات للجماد للغير العاقل. الوير للمكان، Where are you going؟ Where are you going؟ أين أنت ذاهب؟ When are you going؟ أين أنت ذاهب؟ When are you going؟ أين أنت ذاهب؟ Where are you going؟ أين أنت ذاهب؟ هذين الأمثلة لازم تحفظهن وتحطهن وتكتبهن يمك. اللي ما يحفظ عليه كل حالة مثال كل شيء ما راح يفتهم. اللي ما يعرف اللي هو تستخدم، اللي يعرف بس اللي هو للعاقل والله كريم. مثل اللي يعرف المضارع المستمر B-I-N-G وما يعرف يستخدمه. لا لازم نحفظ الأداة وعليها مثال. إذا ما تحفظ كل أداة وعليها مثال نصيحتي لك الكتاب مال النحل لا تسلمه، خلي يمك اللي راح تطلع دور ثاني صراحة. اللي ما يحفظ على كل حالة مثال خلي الكتاب يمه لا يسلمه للجامعة إذا أكو تسليم عندكم، أو لا يهدي شخص لأن هذا الكتاب راح تحتاجه بالدور الثاني صراحة. يعني أحكيها وياك بكل ثقة. الوين تسأل بيها عن الزمان، about time. When are you going؟ متى؟ When are you traveling؟ When are you traveling؟ When are you traveling؟ متى أنت تسافر؟ When are you traveling؟ أستاذ محمد قبل شوي انطاني القاعدة وقال القاعدة when travel، when are خلينا فعل مساعد، you الفاعل، traveling التكملة. هاي القاعدة نطيتكم إياها قبل شوي. هاي القاعدة تشمل كل الأدوات، كل الأدوات اللي أعطيتكم إياها. زين هسه راح ننتقل على موضوع it's very important، very important also. استخدامات الverb to be، استخدامات الفعل be. يا أبا هذا موضوع آخر مهم وراح يجي وعلي درجة بالامتحانات الأخير السنة. يقول لك in English be is used to express some situations. البي تستخدم باللغة الإنجليزية حتى تحكي عن حتى تتكلم عن بعض المواقف. By different verbs، بحالات مختلفة. يعني اللي قاعد نحكي به هسه شنو هو؟ من يقدر يقول لي استخدامات
الفيرب تو بي. شنو استخدامات الفيرب تو بي؟ هذا الحكي اللي قاعد نحكي هسه استخدامات البي. طيب شنو هي استخدامات البي؟ يعني شنو معنى؟ يعني شو وقت نستخدم افعال البي؟ اولا ويا الوظائف والتجارة مثلا تريد، تريد تجارة، ويا الوظيفة، ويا يعني اسم وظيفة والى اخره. مثلا مستر آلين is a professor، مستر آلين هو بروفيسور، بيتي is a student، بيتي طالبة. إذن أول استخدام ويا الوظائف التجارة مثلا تاجر وإلى آخره، يعني أي وظيفة لشخص معين، أي وظيفة يعني بشكل عام. طيب ثانيا الناشناليتي، الناشناليتي شنو معنى ناشناليتي؟ من يقدر يقول لي شنو معنى ناشناليتي؟ الجنسيات. الجنسية بالضبط. الجنسية يعني الدولة، دولة الشخص أو شخص شنو يعني شنو دولته. Nationality is an American. Nationality is an American. يعني عفوا Bill is an American. Bill واحد هو أمريكي. George is a Greek. George هو يوناني، هو إغريقي. أحمد is Iraqi. عادي هو هذا شنو يحكي؟ هذا يحكي عن استخدامات البي. من يقول لك شلون نقول امريكي تقول له هي از امريكان، جورج اذا نعطيك مذا نعطيك هو اسم. من يقول لك شلون نقول عراقي يقول له هي از عراقي. يعني الفكره وين؟ الفكره انا اجيب الفاعل بالبدايه واخلي الاز وراها قوميه. هذا الحكي منيلي؟ هذا الحكي موجود بالكتاب، هذا الكتاب صفحه، هذا موضوعنا اللي صفحه 7. هاي وين صفحة 7 بالكتاب دا نحكي عن استخدامات البي. اذا شو استخدمنا ورا البي؟ استخدمنا قومية وراها بنقطة سي الايج. الايج يعني العمر، العمر يعني نستخدم ورا البي افعال الكينونة عمر. جورج از 20، جورج عمره 20. ذا بوك از اولد، الكتاب هذا قديم، هذا الكتاب عمره هو قديم. ايضا احنا اللي نقول عليه الميزه، شلون احنا نقول عليها المميزات، فيتشرز، كاركترايزيشن، اني ثينج، يعني مميزات او خصائص. بيل از سيريوس، والله هذا واحد اسمه بيل، فد شخص يعني جدي يحب العمل الجدي، يعني دائما بوظيفته او شغله انه هو يعني جدي. طيب ايضا اي ويا الكونديشن، الكونديشن يعني الحاله. مستر آلين زيل مريض، مريض اذا يعني هنا هي حالته. شلون حالته؟ هاي مو صفه، هاي مو صفه، هذه مو ميزه، هذه حاله تكون لمده زمنيه وبعدين تخلص، فهذه كونديشن هي حاله. ايضا عندنا للسايز والشيب، للحجم وللشكل، ايضا ويا الحجم ويا الشكل نستخدم بهاي الحاله ايضا الافعال الكينونه، مثلا تول طويل، بيج شورت قصير، هذا كليتن احجام. طيب ونستخدم ايضا مع اللون كما في كلمه جرين اخضر، ذا بوك از جرين، ذا برنت از بلاك والى اخره. وايضا مع الاماكن، هير هنا، اواي بعيدا، ذير از ذير، ذا كار از ذير، السياره هنالك، ذا يونيفرسيتي، يعني والى اخره. كل شيء يدل على المكان نقدر نستخدمه وراء البي، وراء الأفعال البي كلهم إز وجماعتهم. بالمناسبة عادي إذا قلنا was، ترى عادي إز آر آم was، كل أفعال الكينونة عادي نستخدمها بهذه الحالة. يعني أقدر أقول مثلا جورج was 20، نفس الحالة ونفس النظام ونفس الاستخدام، يعني مو مشكلة. هذا بالنسبة لاستخدامه. ممكن يجيك سؤال write 3 uses of verb to be، استخدم 4 أو 5 من استخدامات البي with examples، مع أمثلة. عادي كلش مسألة طبيعية. يعني احنا بس نعطي أمثلة احنا حافظيها يعني يعتمد علينا. شلون أمثلة؟ تحكي له أولا تقولي له مثلا على سبيل المثال تحبي تذكرين nationality والايج والكلر والكونديشن، تذكري له على كل وحدة حالة، حاول ناخذ من الكتاب أفضل.
تمام؟ تمام اكو سؤال؟ طيب هسه راح نجي على فد شيء اسمه الارتكلز. كلمة articles هسه لو بحثت عليها بالترجمة شنو معناها؟ معناها مقالة. شنو معنى articles؟ مقالات، مقالة. ها مقالة يعني صحيفة، يعني من مجلة أو من كتاب، مقالة يعني عادي معناها مقالة article. ولكن بالجرامر معناها أدوات التنكير اللي هم الثلاثة الأ والأن والذ، أدوات التعريف أو التنكير يعني الأ والأن والذ. سميهم إحنا بالإنجليزي article، سميهم articles اللي هم يعني تشوف كلمة article معناها مقالة، ولكن في الحقيقة هي معناها أدوات التعريف أو أدوات التنكير اللي هم ثلاثة في اللغة الإنجليزية الأ والآن والذي. كم واحد من عندكم ما كان يعرف هالمعلومة تاويلا عرفها؟ صراحة صراحة أريد. ها تعرفون هالمعلومات من زمان لو جديدة عليكم؟ جاوبوني بالله. طيب اذا الارتكل هم تقريبا احنا راح نحكي عن الا والان بالبدايه، راح نستخدم عن الا والان، راح نحكي عن الا والان يعني بشكل عام. كتبوا لي ملاحظه، تستخدم الا والان مع الشيء النكرة بمعنى غير معروف، مع الشيء الغير معروف أو عام، والعام شيء المعروف والعام. تستخدم الآ والآن مع الشيء المعروف والعام. شيء الغير معروف والعام بمعنى أنه غير مخصص، بمعنى أنه غير مخصص، بمعنى أنه غير مخصص، يعني الشيء إحنا ما نعرفه. تستخدم الآ والآن مع الشيء الغير معرف، الشيء اللي إحنا ما نعرفه. مثلا يقول I have مثلا هسه راح أعطيكم مثال راح أشوفون الفرق. طيب إذن هسه خلينا نعيد وياكلكم وياي، عيدوا وياي. شو وقت نستخدم الآ والآن؟ من يجاوبني؟ مع الغير معرف، الشيء الغير معرف والشيء اللي ما نعرفه غير مخصص. طيب زين شنو الفرق بيناته؟ الآن يعني نكره، بس الآن يعني معرف الشخص. لا اثنينهم للنكرة، لا اثنينهم نكرة. الفرق ما بين الآ والآن ان الآ تستخدم قبل حرف الصحيح، والآن مع قبل حرف العلة بس. باو هو شوف الكلمة التي تبدأ بعلة، الكلمة التي تبدأ بعلة نخلي لها أن، الكلمة التي تبدأ بصوت صحيح يعني فاذا ثاذا إيه، هي هذا الفرق ما بين الأ والأن. يعني أنا مثلا ليش قلنا a professor؟ لأن الب حرف صحيح مو علة. ليش قلنا a student؟ هسويها لا أبروفيسور، لا أبروفيسور اي a house a university، ما خلينا الان، ما خلينا الان. طيب خليكم وياي، لا بس اعطوني مجال، خلينا اكمل الحكي وبعدين اعطيكم مجال. نجي هنا، ليش قلنا ان اثا؟ ليش قلنا ان اثا؟ شنو السبب؟ لان بدأت بحرف الان. طيب الان عندي هنا ان، هاي الكلمة قايل أن مع العلم بالبداية H، ليش؟ لأن ال H silent. نقول أن أنا، ما راح نقول أن هونر، راح نقول أن أنا. إذن ليش خلينا الأن هنا؟ لأن ال H هو أصلا silent، فإحنا ندور عليه، إحنا بالأن ندور عليه، ندور على العلة. لقينا ال H، ال H ما يلفظ عبرنا عليها على الأو، فصار عندي أو علة، فقلنا أن أنا، ما راح نقول أن أونر، أن ان هونر، حتى اصلا ما ترهم، ما تقدر تنطقها ان هونر، ما ترهم انونا. ما يقدر نقول يعني لان الهاء يعتبر سالن، فتعتبر بدايه الكلمه علة لو كونسنت، بدايه الكلمه بهاي الكلمه تعتبر كونسنت لو 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 فاول، يعني صحيح لو يعتبر علة، لذلك استخدمنا الان.
كتبوا لي بعد، وبالمناسبة تقريبا أغلب الكلمات اللي يعني اللي تبدأ بيو أيضا تعتبر consonant. يعني مثلا هنا ما قلنا an university، قلنا a university، لأن حرف اليو يعتبر consonant بالرسم الصوتي، بالصوت يعتبر consonant، يعني هذا يسمونه صوت الياء، صوت الياء a university، a university، هذا يعتبر صوت الياء، وصوت الياء من الconsonant مو من العلة. بس هذني قاعتين كتبوا لي اياها لانها ملاحظات مهمه. طيب كتبوا لي ملاحظه، كتبوا لي ملاحظه، نستخدم الذا مع الاشياء الوحيده والتي مع الاشياء الوحيده في الكون، الشيء الوحيد بالكون واللي ماكو غيره نستخدم وياها الذي. ليش؟ لانه اصلا معرف، اصلا احنا نعرفه، يعني الذي مثلا الشيء، مثلا الصن الشمس، اكو غير شمس عندنا؟ لا، هي معرف. ذا مون القمر، هذا معرف. طيب اذا انا ما قلت لكم ايش وقت نستخدم الذا، اعتقد ما اعطيتكم ملاحظه عن الذا، ما اعطيتكم لا. يلا كتبوا ملاحظه، تستخدم الذا مع الشيء الذي نعرفه المعرف، مع الشيء الذي نعرفه المعرف. تستخدم الذا مع الشيء الذي نعرفه معرف، تستخدم الذا مع الشيء الذي نعرفه معرف، شيء نعرفه احنا، هو معرفه. يعني من اقول الشمس هي معرف اكيد، ذا مون القمر، لشان ما اعرف القمر هو واحد بس، ذا يونيفرس العالم هو واحد، ذا بريزيدنت اوف ذيس يونيفرسيتي رئيس الجامع، رئيس هذه الجامعه. اقول يابا رئيس هذه الجامعه انسان محترم، انا لما اعرفه كان ما حكيت عنه. ذا كابتن الفريق شيء اعرفه، ذا تيشر استاذ الصف، كل شيء احنا نعرفه، لذلك استخدمنا الذا. ننتقل الى 14، عندنا names and titles. شوف هنا منطيك قاعده الاسماء والعناوين، يعني شلون انا اقدر اكتب اسم باللغه الانجليزيه. اولا يقول التايتل شنو بمعنى، يعني لقب الشخص، يعني خلينا نقول احنا مرتبته السيد، يعني اللقب مالت السيد السيده هيك، المدام هيك، يعني given name الاسم الاول مالته، يعني given name يعني تقريبا الاسم اللي هو منطق، يعني family name يعني اسم العشيره مالته، اسم العشيره مالته. صفحه 9، وهنا اليوسج هنا يعني الاستخدام، يعني اسرع اوضح لكم اياها. مثلا انا عندي مستر ويليام آلين، هنا بالبدايه استخدمنا التايتل، لقب مالته السيد مستر، هو مو سير، لا مستر، وهو يعني اذا لو كانت امراه كان قلنا يعني مدام، مثلا لو بنت كان قلنا مدام، فكل من وله لقبه يعني. فهنا هسه هو قايل، طبعا هو راح ينطيك هالمعلومات ويريدك ترتب انت، يعني هو هذا الموجود بالمنهج عندنا احنا. بالبدايه اللقب مالته التايتل عنوانه، يعني هو سيد مدام سيده انسه والى اخره، ليدي والى اخره، جنتلمان حسب العنوان. بس انا عندي هنا مستر ويليام الاسم الشخص مالته بهاي، او ثانيا ثالثا اسم العشيره مالته. اسم العشيره يعني هم الاجانب ما عندهم مثلنا، يعني مثلا احنا نقول علي عشيرته مثلا، هذا جبوري جنابي دليمي موسوي، يعني نقدر نقول اسم العائله احنا بالعرب، بس هم هناك ما عندهم عشائر، بس ايش عندهم؟ عندهم عوائل، يعني عائلة آلين هاي عبارة عن مثلا
يعني 16 عائله يسمونهم بيت الن، يعني شلون احنا نقول ذولا بيت 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 فلان الكذا. هم هناك ما عندهم عشائر مثلنا، وانما عندهم عوائل، يعني بدل العشيره يسمونه عائله، يعني فاميلي نيم يعني اسم العائله. يعني مثلا نقول مستر ويليام الن، يعني هذا من بيت الن، يعني هيك نقول عليه. يعني ما عندهم عشيره بس عندهم الن بمعنى حاله حال العشيره. No title is used before given name. شوف يقول لك ما يصير انت تستخدم يعني تايتل بعد الجيفن نيم، يعني ما يصير اقول ويليام مستر، لا بالبدايه تايتل بالبدايه ايش الترتيب يعني لازم يكون. طبعا نفس الحال هنا انا تفضل يعني هذا راح يعطيك معلومات ويقول لك رتب لي اي، يعطيك معلومات ويقول لك صيغ لي اسم شخص، مثلا يجيب لك مستر بالاخير ويعطيك اسم اشخاص مثلا ويعطيك اسم عشيره مخربطات تجي ترتبني. يعني مثلا اذا هو جاب لك مثلا على سبيل المثال بتي بنيه، وخلاص ما تقول لها مستر انت، لا تقول لها مسز هيك يعني. اي دكتور لازم نحفظها غير. اي طبعا لازم تحفظ، لازم يعني على هالقاعده يعني تحفظ لك مثال مثالي. ليش انا قلت لكم قبل شوي احفظوا امثله على كل حاله؟ تمام. عندنا بنقطة 15 adjective forms for nationalities، صفات يعني صيغة للقب أو الجنسية. هنا عندنا طبعا جنسية وصفات بيها، يعني مثلا احنا عندنا مثلا عندنا امريكان دانش وينطيك صفات. هاي الصفات يعني مشتقة من دول، وكل دولة لها اضافة معينة او لها نهاية معينة. عندنا اضافات تنتهي بالان، عندنا اضافات تنتهي بالش، وعندنا اضافات مختلفة حسب كل دولة. مثلا عندنا ذن الكلمات كلهن ينتهن بالان. طيب هذن الكلمات كلهن ينتهن باصوات الاحتكاكيه س ز تش ج ش، ذن كلهن اصوات اكيد دارسين صوت انتو، هذن الاصوات الازيزيه يسمونها بالانجليزي. واكو اصوات مختلفه. اذا اللي اريده من عندكم بهذا الجدول لازم تعرف بانه هنالك كلمات باللغه الانجليزيه جنسيات تنتهي بان وعليها مثالين ثلاثة، كلمات تنتهي بأصوات أزيزية وعليها مثالين ثلاثة، وكلمات مختلفة عليها مثالين ثلاثة. هاي هي بالجدول كل اللي يريده، يعني كل هذه الأشياء اللي يريدها. والله هو المفروض بس هذني، ما أعتقد يقدر يجيب لك غير هذني بالامتحانين. أنا لهنا إحنا راح نتوقف لهذا اليوم طبعا، لأنه يعني اريدكم شوية تفهمون المادة وتستوعبونها بشكل جيد.